نرجع معكم مشاهدينا نتابع لقاءاتنا بيوم جديد. دكتور ندى عويجين رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هي ضيفتنا بهاللقاء لحتى نحكي عن المناهج والكتب بالمدارس. تفاصيل كلها بهاللقاء. دكتور ندى صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يعني فينا نحكي عن شهر تحديدا كانون الثاني وإطلاق المناهج، مظبوط؟ والإضاءة عليهم بهذه الفترة مهمة وضرورية، يمكن لأنه بظل الأحداث اللي صارت ما كثير أخذتوا حقكم بهذا الإطار والمجال، خلينا نعرف عنهم أكثر دكتور. هلا نحن بتسعة كانون الثاني بهيدي السنة كنا أطلقنا مشروع تطوير المناهج وكانت إطلاقة رسمية، ولكن لسوء الحظ إنه بشهر شباط بلشت أزمة كورونا وبلشت خطة الاستجابة خلتنا نحط شوي أون هولد مشروع المناهج ونروح أكثر لخطة الاستجابة. مع الإشارة أنه كل الأشياء اللي انعملت بفترة كورونا هي كان لها علاقة أكيد بموضوع المناهج. وهلأ قلنا خلص يعني لابد ما نحن نرجع لهيدا المشروع الأساسي، لأنه بالآخر كل اللي عم ينعمل هو أكيد مهم ومبادرات جيدة، ولكن المشروع الأساسي هو المنهج وكيف المنهج بده يروح وعلى أي أساس بده يتطور. هيدا الشيء اللي نحن بنحب نعرفه دايما، يمكن بأحاديثنا دكتور نحن كأهل عن أولاد بالمدرسة بنقول في مشكلة بالمناهج، المناهج بحاجة لتكون متطورة أكثر لحتى تواكب العصر، الأولاد عم بيتخطونا وعم بيتخطوا كل شيء موجود. صحيح. ليش بعدنا نحن هيك متمسكين بقصص قديمة يمكن وما بقى ظابطة مع هالجيل؟ هلا اكيد اللي عم بتقوليه هو صحيح، وكل اللي مرقوا ان كان على المركز التربوي او على وزاره التربيه كان في عندهم هيدا التوجه، ولكن حتى ينشغل مشروع تطوير المناهج لابد ما يكون في عاملين اساسيين هي القرار السياسي والتمويل لهيدا المشروع. هلا القرار السياسي كان يطلع وينزل بهيدا الاطار، واولويه الحكومه كانت تتغير من حكومه للثانيه، والتمويل كان مش موجود، والتمويل صار متوفر بالمبدأ سنة الماضي، وكان بدنا شوية وقت حتى ننظم العمل ونبلش فيه، وهيدا اللي خلينا نوصل بوقت لاحق للي نحن وصلنا له. هلا هيدا المشروع بالتحديد الشعار الكبير تبعوله هو انه نحن نقدر نوصل بوقت لاحق لنظام تربوي عادل ومستدام، نقدر نجدده وقت اللي لازم يتجدد، وهو اكيد لازم يكون بتجدد قابل مستمر. للتطور يعني دايما. صحيح، بتجدد مستمر. أوكي. ولمجتمع متماسك نظرا للاوضاع اللي نحن عم نعيش فيها. صح. وطبعا الهدف الاساسي هو المتعلم يلي بده يكون متعلم متوازن، متعلم سعيد، متعلم فاعل بالمجتمع الموجود فيه، وقادر يكون منتج ويعني قادر يكون منتج وقادر كمان يكون متصالح مع حاله ومتصالح مع الاخرين الموجود معه. هيدا هيك باختصار الشعار الكبير تبع المشروع. هلا اكيد وقت اللي اطلقنا المشروع كان في الاسس المرجعيه، كان في مستند كثير اساسي، وطلعنا من وراه فيديو وهيدا منشور على وسائل التواصل تبع المركز بيحكوا اكثر عن المقومات الاساسيه، المنطلقات، بيحكي عن سمات المتعلم يلي نحن طامحين انه نصلن، عن الكفايات الاساسيه، عن المجالات التطوير يلي رايحين باتجاهها، ويلي طبعا اذا بدك بنفوت شوي بتفاصيل اكيد ضروري لحتى نفهم كمان اكثر الرؤيه يلي وضعتوها ولوين واصلين بهيدا. هلا بهيدا الاطار اذا بدنا نحكي عن سمات المتعلم، نحن بنطمح لمتعلم فاعل مثل ما قلنا قبل، مبدع، ملتزم، مسائل، مسؤول، تعاوني، تشاركي، مبدع، يعني كل هول الصفات بهمنا انها تكون موجوده يعني عند المتعلم. عن اذا بدك صوره التلميذ يلي نحن شهدناها على القليله.
هلا ما بدي كثير اظلم مناهج ال 97 لانه كانت كثير متطوره بوقتها وما نعطيها حقها وما ترجمت كما يجب، ولكن اكيد هي فيها شوي من هيدي المناهج لانه بالاخر هيدي رؤيه تطوريه، وكمان عنده نظره لمتعلم القرن ال 21 بظل الظروف يلي نحن عايشين فيها، والانفتاح على العالم هو موضوع اساسي، والالتزام الوطني هو موضوع اهم من الاساسي، لانه مشكلتنا الأساسية بتخيل بلبنان وبالعالم العربي هي الالتزام الوطني. مشان هيك مع هيدي اللي حكينا عنهم فيما يتعلق بسمات المتعلم، حطينا ثلاث مجالات من الكفايات الأساسية يلي كمان مفروض هيدا المشروع يرتكز عليها. في محور بيحكي أكثر عن الكفايات المتعلقة بالمواضيع الشخصية، في محور بيحكي عن الكفايات المتعلقة أكثر بالمواضيع الاجتماعية والنفسية، وفي المحور يلي كمان بروح على المواضيع الأخرى. نعم. قد ايه بفترة كورونا دكتور هلا هيك يعني صار في سبق إذا بدك بين المشروع يلي وضعتوه وبين الواقع يلي نحن وصلنا له، يعني بهالسرعة يمكن كنتوا عم تتحضروا لنوصل نحن لتعلم عن بعد أو صحيح. دمج بين هال يعني هالواقعين إذا بدك، وإذ نحن فجأة هي بمجالات التطوير حكينا عن الصفوف يلي هي بتكون وجاهية والتفاعلية طبعا، وحكينا عن الصفوف يلي هي بتكون عن بعد، حكينا عن الصفوف التطبيقية وعن الصفوف اللي عندها أكثر المجال المهني وتقريب الولد من الحياة المهنية. مش هيك وقت حكينا عن التعلم عن بعد كان لابد ما نحكي عن المنصات الإلكترونية وعن الموارد التربوية المفتوحة والغير مفتوحة اللي هي كمان واحد بيقدر ينتجها، ونحكي عن كل البيئة التعليمية الرقمية اللي ممكن نحن نحط الولد بجوا حتى يقدر يتفاعل عن بعد. أكيد التعليم والتعلم يلي هي الشيء هيدا الأساس بالموضوع. فنتيجة الشيء اللي كنا حاطينه بالمناهج ونتيجة الوضع اللي نحن مرقنا فيه بأزمة كورونا كان لابد ما نختار الأمور يلي لها علاقة بالتعلم عن بعد ونحطها بخطة الاستجابة. ومن هون أطلقنا منصة إلكترونية، منصة التعلم الرقمي سميناها dl.crdp.org. هيدي المنصة هي تميزت بخمس مجالات بالتعليم والتعلم. في عنا كان المكتبة الرقمية يلي تضمنت أكثر من 3000 مورد تربوي نعمل لهم مابينج مع المنهج اللبناني. هيدي المكتبة كانت مفتوحة، هي ما زالت يعني مفتوحة على مكتبات محلية ومكتبات عالمية. وفي كمان بالمكتبة الرقمية مجال تاني نفوت على مكتبات بلا ما يكون معمل لهم مابينج مع المنهج اللبناني. أكيد وجود هيدي الموارد التربوية بتساعد المتعلم والمعلم ليقدروا يحضروا دروس معينة ويشتغلوا على أساسها. كمان مجال تاني بهيدي المكتبة كانت الصفوف الحصص التلفزيونية المسجلة يلي انعمل قسم منها بهيدي المرحلة، ونحن هلأ بطور أنه نطور كمان هيدا المجال. كان في عنا الألماس يلي هي نظام التعلم عن بعد يلي بتساعد الأستاذ يحضر فروض لتلاميذ، وهيدا الشيء بطريقه متزامنه وغير متزامنه، ويقدر يعمل تراكينج ليتابع التطور عند التلاميذ. كمان على هيدي المنصه في امكانيه للشغل عبر الصفوف الافتراضيه يلي ممكن الاستاذ والتلاميذ يكونوا عم يشتغلوا عليها، وكمان في عنا الجي سويت يلي كمان هي منصه تعاونيه تشاركيه قادرين نحط كثير من الموارد وانتاج كثير من الموارد عليها. فهي المنصة كانت حل كامل ومتكامل لموضوع التعلم عن بعد بالوقت الحالي، ونحن هلأ عم نطورها ونحسنها حتى نخلق لها خدمات أخرى تقدر تقدمها للمتعلمين وللمعلمين، وطبعا هي رح تكون ركيزة أساسية لمشروع تطوير المناهج. وحتى للفكرة اللي أطلقناها من فترة عن المدرسة الافتراضية، لأنه يعني المدرسة الافتراضية هي تعلم كامل عن بعد.
فالمنصة اللي أطلقت هي ممكن تكون الركيزة الأساسية لهيدي المدرسة الافتراضية بوقت لاحق. يعني الورش ماشي بعد هلا الورش ايه ماشي، لانه اضافه للمنصه نحن بوقت كورونا اطلقنا بعض الفيديوهات يلي بتحكي عن الدعم النفسي الاجتماعي وحكيت اكثر مع الاهل وكيف قادرين نحن نساعد اولادنا تيمضوا وقتهم وكيف نحن قادرين نستوعب الوضع النفسي يلي الولد عم يمرق فيه. وحاليا عندنا برنامج للدعم النفسي الاجتماعي يلي هو بيتوجه للولاد للاهل وللاساتذه لنقدر نروح على دخول عام دراسي امن نفسيا غير جسديا، لانه هيدا اكيد وضحت الصوره آخر. عن هالعام الدراسي دكتور ولا بعدها شوي هيك ضبابيه؟ مش معروف يمكن بالنسبه لوضع كمان الكورونا كيف رح بيكون اكزاكتومون. ما هو لانه الوضع الصحي منه واضح، وحتى اذا بدي افتح بين هلالين الوضع الامني والاجتماعي والاقتصادي منه واضح، اللي هن اكيد عندهم تاثير. هلا نحن بنطمح انه العام الدراسي الجديد يبلش، لانه دائما نحن مدركين انه العام الدراسي اللي مرق نحن خسرنا، وحتى ولو في بعض التلاميذ بعض المدارس استدركوا كثير من التعلمات، ولكن البعض الاخر وهن الاكثريه راح عليهم العام الدراسي. مشان هيك كان همنا من شهرين واطلقنا هيدا الموضوع انه ما لازم نخسر عام دراسي جديد، ولازم يكون عندنا الجهوزيه الكافيه حتى نقدر نفوت على عام دراسي امن تربويا نفسيا اجتماعيا وغيرها من الامور واقتصاديا حتى تطرقنا لهيدا الموضوع. هلا بما انه وضع الكورونا ما انه كثير واضح، وبما انه حتى الضوابط كلها على بعضها ضبابيه، حطينا اكثر من تفكر بهيدا الموضوع. معقول يكون في دخول كامل، معقول يكون تدريجي، معقول يكون جزئي، ولكن نحن لازم نكون حاضرين لكل هول السيناريوهات الممكنه. ومن هون أهمية تطوير المنصة اللي كنا عم نحكي عنها وتزويدها بالموارد التربوية الأساسية، لأنه أهم شيء بالتعلم عن بعد هي الموارد التربوية. إذا ما كانت متوفرة ما بيقدر الأستاذ يشتغل عن بعد، وإلا بده يكون عم يشتغل مثل ما كان يشتغل بالصف، والتعلم عن بعد ما بيقدر يعلم بذات الطريقة. له علاقة. وكمان ما لازم ننسى المقومات الأساسية للتعلم عن بعد مثل الإنترنت، مثل الأجهزة. إذا أنا ما عندي لابتوب أو باد ما بقدر أتعلم عن بعد. نحن عملنا في اكثر من ولد بيكون بالبيت، كيف بدها تتضارب وتتفاوت كمان على الاوقات، يعني من لا شغلة هينة. صحيح. نحن عملنا زيارة لوزير الاتصالات وكان كتير منفتح وكان كتير مساعد بهيدا الموضوع، وعرضنا عليه قصة انه بعض يعني الاشياء التابعة للمركز التربوي تكون عم بتكون يعني فور فري، ما يدفع عليها التلميذ مصاري. فكان كتير متجاوب، وحتى من وراها رجعنا رحنا على أوجيرو وشفنا يعني الأشخاص المعنيين هونيك والتقنيين كمان، أو كانوا كمان كتير متجاوبين. حتى بعض العناوين الأساسية بالمركز التربوي هالمنصات الإلكترونية اللي هي رح تساعد على التعلم عن بعد نقدر تكون مجانية. وكمان بهيدا الإطار يعني رجعنا طبعا بعتنا الكتاب لوزير التربية ولوزير الاتصالات حتى نطلع بمرسوم يقدر يخولنا على بعض هالعناوين تكون مجانية، لأنه هيدي بتساعد للتعلم عن بعد. ولكن بضل في عنا مشكلة الأجهزة الإلكترونية في حال أقر المرسوم يلي عم نحكي عنه. الأجهزة الإلكترونية اللي لازم تكون موجودة عند التلاميذ والأساتذة. باراليل عم نشتغل على مشروع لتدريب الأساتذة والتلاميذ لمقاربة التعلم عن بعد، والأهل كمان بهيدا الإطار، لأنه بدنا دورات تكثيفية احنا كأهل. صحيح. مشان هيك أكثر عم نشتغل على الفيديوهات القصيرة يلي هي قادرة تساعد الأشخاص يتعلموا لحالهم الأوتو فورماسيون والفورماسيون أن ماس والفورماسيون مع جروبات صغيرة أكثر. نعم. دكتور إذا بدنا نقارن بيننا وبين البلدين كمان يلي عندهم كلنا كل العالم عنده مشكلة كورونا، كيف تداركوا الموضوع دكتور؟ بتحسي رجعوا على الدراسة بشكل هيك سلس وهين؟ كانوا متنبهين أكثر؟ في قرارات اتخذت بشكل أسرع؟ يعني بس لأنه أوقات بصير نقول طب ما بإكس محل فاتوا وما في هالمشاكل كلها. يعني هلا مش كثير هيدا الشيء دقيق، لأنه
يعني في شغلة قلتيها صحيحة يلي هي سرعة القرار. أوقات سرعة القرار بتخلي إنه نحن نروح للبراتيك بوقت سريع ونعمل بيلوتاج يلي للمواضيع اللي عم نحكي عنها بشكل سريع ونجودها لتصير أحسن ونشوف وين المشاكل وندركها. بس كثير من المدارس كمان بالبلدان الاخرى فاتوا ورجعوا طلعوا كمان، بس مش رجعوا طلعوا ما عادوا فاتوا، في منهم رجعوا فاتوا مرتين. يعني مشان هيك كانت الفكره انه اخذنا قرار، نزلنا شفنا شو عم بصير ورجعنا طورنا الامور. هلا كل بلد عنده خصوصياته، كل بلد تجاوب بالكورونا بطريقه مختلفه. نحن الحمد لله بعد مضبوطه وضع الكورونا اكثر من غير بلدان، ولكن دائما عندنا تحفظ على صحة المتعلمين، ومشان هيك هلا البروتوكول الصحي اللي مفروض يطلع يلي بده ياخذ بعين الاعتبار كل هالامور. اذا ما كان الدخول امن على المتعلمين، بتخيل نحن مشكلتنا انه مش قادرين نرجع نستوعب المشكله في حال تفاقمت. بالبلدان الاخرى استيعابهم للمشكله يمكن بكون اسرع لانه في تمويل اكثر، لانه في موارد صحيه موجوده اكثر، بينما نحن الوضع شوي مختلف، مش بهالسهوله قادرين ندعس دعسه ممكن تكون ناقصه. فلازم القرار اللي بده يتاخذ يكون مدروس من كل النواحي حتى ما يشكل اي ريسك على التلاميذ وعلى الاهل. ان شاء الله يا رب. يعني ما بعرف، نحن دائما دكتور هيك بنآمن بانه عجيبه بدها تصير بالنسبه لكورونا يعني ونخلص منها، بالنسبه للبنان كمان انه نخلص من كل هالاوضاع الضاغطه يلي عم نعيشها. ان شاء الله يعني بدنا نتفائل بالخير، والا كارثه اذا بقينا عم نفكر بكل شيء انه مش ظابط مش ظابط مش ظابط. وبدنا كمان اشخاص يكون عندهم القدره على اخذ القرارات المناسبه بالاوقات المناسبه، يكون في عندهم هيدي الرؤيه لحتى نعرف كيف بدنا نخلص كلنا سوا من المشاكل اللي نحن موجودين فيها. صحيح. دكتور بسك، وقبل ما يخلص وقتنا، بس ينحكى عن الكتب الرقميه كمان، قد ايه انتم من خلال تطوير المنهج قلتي لحضرتك فايتين بكل شيء عم يعني عم بيتطور وعم يمشي، نحن كأهل كيف بنفهم الموضوع تحديدا؟ هلا الموضوع الرقمي بحد ذاته نحن كمركز تربوي عم نشوفه من كل ابعاده، لانه ما بنقدر ما نفوت بالرقميه بالوضع اللي نحن موجودين فيه، والرقميه هي ضروره بحياتنا وهي صارت بصلب عمليه التعليم والتعلم، فهيدا موضوع مش للنقاش. ولكن كمان نحن بدنا نكون مدركين انه اولادنا ما يتحولوا لروبو، لانه في النواحي الاخرى بشخصيه المتعلم المتوازن لازم نضلنا عم نحافظ عليها. مشان هيك محل ما ادخلنا رقميه لازم نكون كمان عم نخلي التواصل والعلاقات الاجتماعية والتوازن بالبنية الجسدية وغير أمور يعني كمان تكون ماشي أن باراليل. هلأ أكيد نحن رايحين على كتب رقمية بالمناهج، وهيدي كلها يعني ان شاء الله بنشوفها قريبا وقت اللي بتبلشوا اللجان كمان يشتغلوا ويطوروا هول الامور، لانه اذا بتحضر الفيلم هول كلهم حاطينهم جواتهم. فهيدول الكتب اكيد نحن رايحين فيهم. بالوقت الحالي ما رح نطور كتابنا تبع المنهج ال 97 تيصير كتاب رقمي، معقول يحطوا بي دي اف هلا حتى يقدروا العالم يستعملوه، ولكن الكتاب الرقمي التفاعلي اللي بحضر لنا نوع من الفروض بطريقه رقميه وبطريقه تعلميه عن بعد وبطريقه وجهيه، يمكن بالوقت الحالي مش رح نطوره هلا، ولكن اكيد مشروع المناهج هو رح يكون موجود. نعم. ان شاء الله كل التوفيق لكم يا رب، ودائما بهيدا هيك العمل عن نشيط ما في شيء اسمه الله عم بيوقفكم متابعين بقوه. بدي اتشكر. تفضلي. بعد في شيء بدي اقوله انه كل هالمشاريع ما بتقدر تتم الا ما يكون في تشارك، وبده يكون في تعاون بين كل الوزارات والمؤسسات المعنيه. نعم. لانه موضوع المناهج هو مش بس موضوع وزاره التربيه والمركز التربوي، هو موضوع كل الفرقاء المعنيين، ومشان هيك نحن بنعتبر حالنا معنيين بكل اهداف التنميه المستدامه، لانه هول كلهم لازم يدخلوا بالمناهج. كل التوفيق لكم ولنا وللطلاب وللمواطن اللبناني اكيد. دكتور ندى عويجان رئيسه المركز التربوي للبحوث والانماء، بدي اتشكر حضورك معنا، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا نحن لهون بيخلص لقائنا معكم لليوم، بكره يوم جديد على الراد بتمام الساعه 8:30، انطرونا.